ترحيل الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وسط حراسة أمنية مشددة مساء اليوم من معتقله بسجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم للإدلاء بأقواله بالتهم الموجهة إليه والتي تتعلق بضلوعه في ارتكاب جرائم بغسل الأموال والفساد المالي إبان فترة حكمه للبلاد منذ العام 1989 وحتى أبريل الماضي. لمزيد من التفاصيل